أي. الأماكن الضيقة اللي بيلعب فيها الأولاد هي يعني الأزقة، هي الأزقة بكونوا يعني فيش عندهم أماكن يلعب فيها، يلعب جنب بيوتهم بس يدعس عشان السيارات ولا أي شيء، عشان السيارات ما حداش يندعس منهم، يعني بكونوا صغار بندعسوا عشان هم بكونوا جنب الدار بيلعبوا قريبا عن الدار. مصلحة ريال مدريد، كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول. بيال بيال، لا لا لا، رونالدو يقطعها وجورين جورين. كمل كمل كمل، هات بصل. كاسياس كاسياس يهنن وقول لمصلحة برشلونة، برشلونة تأتي بهدف، وبيال وبيال الذي يأتي بهدف. تعادل تعادل يا بيال، تعادل. الله عليك، الله على الجونة، الله الله يا إسماعيل، الله يا إسماعيل. كرة كرة تلتفت بينها، كرة كرة كرة. يا حارس، لا 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 لا